السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم داليا شو. برنامجكم داليا شو إن شاء الله يبقى فيه فقرات جديدة إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. موضوع حلقتنا النهاردة بيهم طوائف المجتمع، هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة بقى برنامج التيك توك. متخيلين إن 500 شخص في العالم، 500 مليون شخص في العالم بيدخل برنامج التيك توك؟ هل هو فعلا يستحق الرقم ده وبيقدم محتوى هادف؟ ده اللي نعرفه النهارده من خلال حلقتنا مع ضيوفنا. ولكن قبل ما ارحب بضيوفنا، خلينا الاول ارحب بالاعلاميه الصاعده رنا علي، زميلتي الجميله، اول ظهور لها النهارده، مشرفاني وانا جدا. فرحانه جدا ان انا اول ظهور ليا معاكي برضو النهارده. تسلمين، ان شاء الله تبقى حلقه جميله يا جدا رب ان تنول شاء اعجاب الله. المشاهدين. نرحب بضيوفنا هنرحب النهارده. بضيوفنا، معانا استاذ دكتور علي يونس، استاذ اداره اعمال كليه التجاره جامعه المنصوره، ومعانا اليوتيوبر عبد الله عماد، والقارئ والمنشد صالح الازهري. اهلا بيك. اهلا بحضرتك دكتور علي. بقى خلينا نبدا مع حضرتك النهارده، اقول لك حضرتك من اساتذه الجامعه المنتشر ما شاء الله، نشطين جدا على وسائل التواصل الاجتماعي على المستوى المهني والصعيد المهني. حضرتك شايف ان التجربه دي مفيده ولها فوائد ولا لها اضرار زي وسائل التواصل الاجتماعي؟ زي لها فوائد لها اضرار برضه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الامين عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا في البداية أنا بشكرك جدا جدا. شكرا على هذه الاستضافة، وبشكر الإعلامية الصاعدة شكرا الواعدة رانا، وبشكر القناة الجميلة اسمها على مسمى، شرف لي على الاستضافة أولا وعلى الموضوع ثانيا. يعني احنا طبيعة الحياة أن نواكب كل ما هو جديد، ولازم ما نشتغلش برد الفعل، لازم نكون مهيئين أن ويكون عندنا البدائل للتفاعل مع كل جديد. فزي ما حضرتك تفضلت، يمكن هو واقع لابد ان نتفاعل معه. ان كان زمان وسائل التواصل التقليديه بما لها من عيوب وتباعد، سواء تباعد زماني او مكاني او تباعد في الافكار، ظهر الجديد، وده طبيعه الدنيا. يعني زمان كان يقولوا البقاء للاقوى، ما عادش البقاء للاقوى، البقاء للاصلح الذي يستطيع التكيف مع كل جديد. ورسول عليه السلام سبق الزمان والمكان من 1400 سنه، وقال انما ياكل الذئب من الغنم. الرسول ما قالش الضعيفة، الرسول قال القاسية البعيدة اللي هي مش قادرة تتكيف. فلابد أن نتكيف مع الواقع، ويبقى عندنا أساليب لهذا التكيف. فأهم المستجدات اللي هي بتفرض نفسها التواصل الاجتماعي، سواء على الصعيد المهني أو على الصعيد العام زي ما حضرتك تفضلت. فده واقع، لما ندرس هذا الواقع بندرسه عشان نشوف فين الإيجابيات اللي فيه. زي ما درسنا لكم في الاسوات اناليسيس واحنا بندرس في الكليه، ان اي حاجه في الدنيا فيها نقاط قوه ونقاط ضعف، في فرص، في تهديدات. الشاطر والانسان الكيس والحصيف هو اللي يقدر يشوف فين نقاط القوه عشان يركز عليها. فوسائل التواصل الاجتماعي لها ما لها وعليها ما عليها. طبعا هي المزايا اكتر بمراحل من العيوب. يعني حضرتك شايف المزايا اكتر بكثير جدا؟ انا شايفه ان عيوبها اكتر، بدليل ان في يعني في فيديوهات كتير قوي بشوفها، برنامج التيك توك ده يعني غريب، يعني بشوف عليه اشكال غريبه مش عارفه على حاجه. يعني دايما احنا في طبيعي في الحياه كل انسان بينظر بمنظور، بمعنى لو جبنا كوبايه ميه نصها ملان ونصها فاضي، في ناس هتشوف النص الملان وفي ناس هتركز على النص الفاضي، ولكن هما موجودين هما الاثنين. هي المشكله نظرتنا للامور. بس يا دكتور ده فيها فيديوهات بتنافي الدين والعادات والتقاليد. جميل قوي، ده دورنا بقى ان احنا نشوف عشان نقول ايه الغلط اللي فيها، لان لو ما قلناش هي موجوده، فشطارتنا ان احنا نشوفها عشان نشوفها. لان يعني من عارف لغه القوم امن مكره، اللغه مش مقصود بقى لغه الحديث، لغه الفكر حتى. فاحنا ما نستخباش ونقول لا، ما احنا عشان كده بقول لحضرتك نشوفها ونعرف الناس. لان خدي بالك اي انسان في الدنيا بيسلك سلوك هو مقتنع بسلوكه، حتى لو سلوك خطا. الحرام مقتنع بيسرق ليه؟ عشان ما عنديش. فاذا مش معنى انها خطا لا نشوفها. وانت حضرتك بتقولي ان انت شايفه انها الخطا اكبر، لا انا شايف عكس كده تمام. وزي ما قلت لك، والخلاف في وجهه النظر متاح للجميع، والخلاف في الراي نفسه ضد قضيه. لان يمكن انا بتكلم على الصعيد المهني، وانت خدتين نقطه مهمه قوي. انا مع تلامذتي الاعزاء، انا الاول كان فيه تباعد بين السماء والارض، بين الاستاذ والطلبه، ولا يعرف الطلبه ولا يعرف هم بيفكروا في الوقت. انا بعرف هم بيفكروا في ايه في نفس اللحظه اللي عاوز اوصل لهم معلومه اوصلها لهم. عاملين جروبات، يعني مش عاوز اقول لك 20 30 40، سواء على الواتس او على الفيس او الكلام ده. وبالتالي لغينا الفوارق الفكريه على الاقل، بقى فكرنا قريب، عارف هم، لان انا جاي
مش عشان اعذب، ده انا جاي عشان اعلمه بالظبط، ومش هعرف اعلمهم ولا ما افهمهم، ومش هعرف افهمهم الا من خلال هذه الوسائل. الاول ما كانش فيه تواصل، فكان الاستاذ في وادي والطالب في وادي. لا الوقت يعني انا قعدت فتره في المدينه المنوره في مدينه المصطفى عليه السلام 14 سنه في التدريس، كنت بقول لهم حاجه جديده اسمها التعلم بالحب. الحب ما يجيش الا بالتواصل، زي ما انا بقول، عشان كده بقول التواصل. فاذا لو ما بتكلمش على الصعيد المهني، على صعيد الحياه مع اولادنا مع اصحابنا، لو حبينا بعض هيسخوا في كل حاجه. انا بقول مش قضيه التعلم، انا اكلمهم في الدين، اكلمهم في الاخلاق، اكلمهم في حب البلد وازاي نرقى بلدنا ديت وتبقى احسن بلد في الدنيا، مش هيعملوا الكلام ده ولا يقتنعوا بيه الا لما يحبوني. الحب من خلال التواصل. بس حضرتك بتتكلم على الجانب الايجابي من وجهه نظر حضرتك اللي انت شايفه، لكن تمام. حضرتك ممكن تكون شفت، ما شفتش فيديوهات تانية لها مساوئ؟ شفت والله مساوئ على التيك توك والحاجات دي. لا شفت طبعا، شفت طبعا. بس هقول لك على القضيه اللي انت بتقولها دي، هي قد تكون مشكله فراغ هو ما عندوش حاجه يعملها. نمره 2 الرغبه في انه يعمل اللي كان نفسه يعمله. يعني هو لما بجيب مثلا واحد زي بدريه طلب او حد هو كان نفسه يعمل الكلام ده مش قادر، فلا بتعمله، فهو بيعمل معاه بنفس الحركات وبنفس الايماءات. فهي عمليه ان انا بطلع اللي جوايا، وده مش عيب ان انا بطلعه بوسيله قد طريق انت انها غير مشروعه. انا شايف ان انا ما باذيش حد الا اذا كانت حاجات خارجه بقى، والحاجات الخارجه زي ما قلت لك هتلتقاها مهما كانت كتير. لا دايما الوحش مش كتير، لكن احنا يمكن بنسلط عليه الضوء، لان قد تكون الناس بطبيعتها الحاجات الكويسه مش محتاجه نشوفها، لان الطبيعي ان الحاجات تبقى كويسه، لكن الحاجات الوحشه هي اللي بنقف قدامها، مش بغرض ان ننقد بس، لا بغرض ان ننقد ونصلح. طب هنرجع لحضرتك في بعد شويه نعرف ازاي نحل بقى المشكله دي. اتفضلي يا رانا. هسالك يا عبد الله دلوقتي، يا عبد الله انت عندك اكونت على تيك توك وعندك قناه على اليوتيوب، لكن انت بيتابعوك اكتر على التيك توك، وصلت 100,000 صح؟ 100,000. طب يا عبد الله دلوقتي انت بتنزل محتوى هادف على التيك توك، واحنا عارفين ان التيك توك اكتر بيتابعوه الاطفال الصغيرين او الشباب، وبيميلوا اكتر للمحتوى اللي مش هادف لان ده بيحقق لهم شهر اكتر. فعايز اعرف منك انت ليه اتبعت الطريق الثاني، وشايف ان ده هيوصلك لفين بعد كده؟ والله هو بدايه دخولي على التيك توك، هو انا ما كانش عندي حاجه عن التيك توك ولا اعرف عنه اي حاجه. انا كل الحاجات اللي عندي كانت على اليوتيوب، بعمل حاجات تاريخيه، قصص نجاح، حاجات جغرافيا، حاجات ليها لازمه على اليوتيوب، لغايه ما عملت حلقه عن نجاح التيك توك واللي حصل بعد فتره كورونا. يعني نسبة قضاء الوقت على التيك توك زادت ل 210% بعد كورونا ما ظهرت. في شهر فبراير بس، فبراير 2020، عندك التيك توك اتحمل 113 مليون مرة في شهر، شهر 29 يوم. فانا الناس بدأت كلها بتتكلم عن التيك توك، ممثلين بتروح على التيك توك، لعيبة كرة بتروح على التيك توك، فعايز اشوف ايه التيك توك. فدخلت يعني استعنت بدكتور كبير جدا، سنه كبير جدا، عنده 13 سنة، اسمه عمر. قلت له هو ايه التيك توك ده؟ انا اسمع ان هو بيرقصوا عليه وكده، ما اعرفش اي حاجه تاني. فموراني عنده تيك توك بيعمل حاجات غريبه. بعد كده بدات انا بقى ادخل اشوف الاحصائيات بتاعته، عدد التحميل، الفلوس، الارباح، الناس بتدخل تعمل ايه عليه، الكلام ده كله. عملت حلقه على عن التيك توك على اليوتيوب. بعد كده بدات انزل التيك توك، عملت فيديو هزار انا واصحابي، زي بنقلد فيلم فول الصين العظيم. بنقلد انا واصحابي عادي، مفيش لقيت ناس بتخش تشوف الفيديو، الناس بتشوفه. انا عندي صفر. صفر فولورز. ازاي التيك توك بيعمل كده؟ ازاي بيعدي النسبه دي؟ لغايه ما بقيت اعرف اكتر عن البلاتفورم بتاعت التيك توك، لقيت ان هي اعلى بلاتفورم بتوصل مشاهده، نسبه مشاهده. يعني في احصائيه او زي تقصي كده، عملوا موقع انفلونسرز ماركتنج هب على اكتر من 100,000 حساب او اكتر من 100,000 مقدم. عندهم كذا قناه على اليوتيوب وانستجرام والتيك توك وتويتر، بيراقبوا حساباتهم وبينزلوا الفيديو على البلاتفورمز، على الاربع بلاتفورمز دول. لقوا نسبه المشاهده على التيك توك اكتر بمراحل. نفس الفيديو بينزل على اليوتيوب او بينزل على التويتر وعلى الانستجرام، بيعلى على التيك توك على نسبه اكبر. طب انت شايف التفاعل عندك ازاي؟ يعني انت بتنزل محتوى يمكن مختلف شويه عن المحتوى. انا بدات بقى، كنا قبل رمضان، بدات في رمضان قلت لا انا هعمل حاجه برنامج رمضاني. هعمل حاجه كل يوم حلقه. فقلت هعمل ايه؟ حاجه ممكن تسمح لي ان انا اعمل كل يوم حلقه، والتيك توك اكبر فيديو عليه 59 ثانيه. أيوه. تقدرش تعمل اكتر من 59 ثانيه، لازم اعمل حاجه مفيده. ففكرت ان انا اعمل 10 معلومات عن الدول، كل دوله. قلت حددت ال 30 دوله بتوعي وبدات احضر فيهم. كانت الدول العربيه اللي هتكلم فيها هي بس الامارات والمغرب. اول ما عملت فيديو المغرب، نص الجزائر، نص الجزائر حرفيا دخلت على الفيديو طالبين الجزائر. عملت الجزائر، عراق،
ده عملت العراق، السعوديه، كل بقى كل الدول العربيه كلهم بقوا عندي. انا كنت داخل تجرب الاول انا داخل اجرب وما اعرفش الناس دي جت منين. متوقع رد الفعل ما كنتش متوقع ان انا هلاقي ناس مستنيه المحتوى ده على التيك توك. يعني انا بقدم اللي انا بقدمه على اليوتيوب بس بشكل مختلف، لقيت ناس مهتمه بيه وناس واطفال سنها صغير جدا مهتمه بيه. وزي ما الدكتور قال كده بالظبط، الاطفال داخل، في واحد داخل عايز يمثل، واحد عايز يغني، واحد كل واحد ليه عايز، شايف حاجه في التيك توك عايز يعمل، واحد شايف ان الشهره دي حاجه كويسه عايز يتشهر. فكل واحد داخل في التيك توك عايز يعمل حاجه، بس ان تلاقي ناس يعني سنها كبير وفي ناس كتير سنها صغير تهتم، وفعلا لازم نهتم بيهم، لان زي ما الدكتور قال برضو عندهم حاجات خاطئه لازم تتعدل. يعني في يعني واجهت ناس بتتكلم في مشكله اسرائيل وفلسطين وجهه نظر مختلفه تماما عننا، عن وجهه النظر اللي احنا تربينا بيها. طب عبد الله ممكن نشوف فيديو كده صغير ليك على اللي موجود على التيك توك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم عبد الله عماد في حلقه جديده من برنامج ستوريا على قناه ستوريا تي في. بما اننا كده كده قاعدين في البيت، تعالوا نشغل دماغنا ونستغل قعدتنا دي ونتعرف على 10 حاجات ممكن نعملها واحنا قاعدين في البيت الفتره دي. هنقسمه لثلاث حاجات، السيرفس ويب او السطحي او العادي اللي احنا كلنا نعرفه، وده تقريبا 10% من الانترنت كله. في بعد كده حاجه اسمها الديب ويب، وبعدهم اعمق شويه حاجه اسمها الدارك ويب. الدارك ويب ده جزء من الديب ويب. جت منين بقى كوفيد 19 دي؟ السي او هي جايه من الكورونا، الفي اي هي من فيروس، الدي اللي هي ديزيز او مرض، و19 لان تم اكتشافه في ديسمبر 2019. حلمه دلوقتي ان هو ينشئ مستعمرة على المريخ يكون بيسكن فيها 80,000 بني آدم قبل سنة 2040، زي مثلا كلاسيكو العالم بين البرازيل والأرجنتين اللي تقريبا قعدوا النص الأول من القرن العشرين ماتشاتهم كلها بتخلص بشكل غير طبيعي، وغالبا بيحصل خناقة والماتش بيبوظ وبينتهي قبل الدقيقة 90. مصر هي أول دولة في التاريخ يكون عندها جيش، وحاليا هو في المركز التاسع عالميا. معاهدة قادش أول معاهدة سلام مكتوبة في التاريخ وترجع لأكتر من 3000 سنة، وموجودة حاليا كتذكار في مدخل مجلس الأمن. لو دخلت على الموقع الرسمي للولايات المتحدة هتلاقي إن تاريخها كله بيرجع ل 231 سنة بس. مثال الحرية المشهور جدا في أمريكا هو فرنسي مش أمريكي، وكان المفروض هيكون هدية لمصر وكان هيكون على شكل فلاحة مصرية، بس بعد ما رفض الخديوي فرنسا عرضت الفكرة على أمريكا وأمريكا وافقت. طب يا عبد الله انت شغال على المحتوى ده لوحدك، يعني مفيش حد بيساعدك مونتاج تصوير اي حاجه؟ طب بياخد منك وقت قد ايه عشان تحضر الحلقات دي؟ يعني لو حلقه مثلا على اليوتيوب هتاخد ربع ساعه، ممكن اسبوع، يومين ثلاثه تحضير، والتحضير بقى انت لازم تطلعي معلومه صح من اماكن صح. يعني مثال مثلا لو على الدول، على 10 معلومات دول كل دوله لازم تخش على الانسايكلوبيديا على المنصوره البريتانيكا، تخش تشوف كل المعلومات عنها، بعد كده تخش على جيوغرافي ناو، بعد كده على ناشونال جيوغرافيك كده، لو في حاجات فيديوز على الجزيره الوثائقيه بعد كده تراجع المعلومات دي. ساعات ممكن معلومات تاخدني على ويكيبيديا. ويكيبيديا زي ما الناس عارفه هو مش موقع رسمي قوي، فانا مش بقرا الكلام، انا بدخل على المصادر تحت خالص، في حاجه اسمها المصادر، ادخل اشوف المصدر ده قوي ولا مصدر مش هينفع ان انا استخدمه. فعشان اطلع بس العشر معلومات بتاعت التيك توك دي، 10 معلومات الفيديو اللي هو ما يكملش 59 ثانية، ده ممكن ياخد 12 ساعة تحضير. لكن على اليوتيوب يومين ثلاثة، يومين ثلاثة المونتاج مثلا، أنا اللي بعمل المونتاج، أنا اللي بحضر، أنا اللي بصور، بصور عندي في البيت، عامل الاستوديو كده هوم ميد وبموبايلي وعامل كل حاجة. والله برافو عليك ما شاء الله. فالموضوع الموضوع ما شاء الله، يعني كل حاجة شغال، كل حاجة المونتاج، التصوير، التحضير. بس هو طب هل جالك أي ربح مادي من الموضوع ده؟ هو حاليا لا، الشروط الأرباح عندي على اليوتيوب لسه مش كاملة، بس جالي زي اوفر كده من قناه عربيه، مش اوفر، هم طالبين مني ان انا اقدم برنامج سياسي ساخر، وعايزين مني فيديو دقيقتين عن محتوى ساخر اعمله عشان يشوفوه. بس انا بصراحه رافض ان انا ادخل في السياسه، ما عنديش اي فكره عن السياسه من 2011. طيب شكرا جدا يا عبد الله. معلش يا عبد الله، هتفضل مستمر في نفس الستايل ده كل دوله تجيب 10 معلومات عنها، ولا ناوي تغير مثلا بعد كده؟ ده كان لرمضان بس، هي كانت 30 حلقه رمضان بس وانا خلصتها. دلوقتي بفكر اعمل حاجه عشان اقدر اعمل فيديوز اكتر، ان انا اعملها صوت بس، يعني هيبقى نفس الماتيريال اللي هي الصور الفيديوز
والتحضير يبقى هو هو، بس هوفر حته التصوير دي اللي كانت بتاخد وقت واعاده وتكرار وتعب وارهاق عن الفيديو اللي هو مثلا على اليوتيوب ربع ساعه ده، ممكن ساعتين تصوير، ساعتين واعاده ومونتاج طبعا بتاعه بتاع التصوير بياخد وقت كتير، غير لما يبقى صوت بس هركبه على فيديوز هركبه على صور يبقى اسهل، هيبقى اسهل اقدر اعمل فيديوهات اكتر. فعشان اقدر اخلي ان المحتوى ده كارير عشان اقدر اركز فيه، بدل ما انا شغال وبعمل اليوتيوب او التيك توك ده حاجه اضافيه او حاجه انا بحبها، لا اخليه كارير عشان اقدر اركز فيه اكتر ويبقى يدخل لي بعد كده في المستقبل ارباح والكلام ده كله. فهبدا اغير شكل المحتوى وهبدا اعمل حاجات تانية ان شاء الله. ما شاء الله عليك، برافو والله. طب جات لك قبل كده تعليق سلبي او حاجه على موقع التواصل الاجتماعي؟ كتير. فاكر كومنت مثلا معين؟ هو اللي بيشدني الحاجات الغريبه اللي هو مثلا ان واحد بقى مش عارف حاجه ومعترض. مثلا في ليبيا ما بنقول سبب تسميه ليبيا جه منين؟ سبب تسميه ليبيا جه من قبيله اسمها ليبو، القبيله اللي اسمها ليبو دي جت شويه عاشت في مصر، فبعد كده المصريين القدماء المصريين اطلقوا على كل الامازيغ سكان شمال افريقيا بالليبيين. فيجي يقول لك لا احنا مش ما اسمناش كده، مش المصريين اللي مطلقين علينا الليبيين. حاجه مثلا انا عامه في التعليقات السلبيه ما بردش، بس في تعليق واحد رديت عليه، واحد اسرائيلي. طب هناخد التعليق ده ضروري جدا، بس بعد ما نسمع الاول استاذ صالح الازهري منشد والقارئ. طبعا انا شفت لك فيديوهات كتير على مواقع التواصل الاجتماعي ما شاء الله، صوتك حلو جدا، عايزين نسمع منك حاجه بقى. اوكي تمام نسمع. يا سيد الرسل الكرام، قلب عبد عاشق تواقي، تحية من قلب عبد عاشق تواقي، لما تبارى المادحون لنوره وخجلت من عجزي مع السباق، وبكت عيوني قلت يا نفس اهدئي فالحب لا فالحب لا 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 يخفى عن العشاق، إني أحب محمدا حبا به تطوى السماء والأرض كالأوراق، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، أشاد ربي به في سورات القلم، أشاد ربي به في سورات القلم، بأن أخلاقه في غايات العين.
عظامي، صلى الله وعلى طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله وعلى طه خير الخلق وأحلاها، كل من زار المقام النبي رد السلام، كل من زار المقام النبي رد السلام، يعرف الخلق تمام، يعرف الخلق تمام، يعرف الخلق تمام، أبشروا زوار طه، صلى الله وعلى طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله وعلى طه خير الخلق وأحلاها. الله يفتح عليك إن شاء الله. طب نرجع لك يا عبد الله، كنت بتقول لنا عن التعليق اللي جالك من شخص يهودي أو إسرائيلي. بس سريعا بقى يا عبد الله، الفيديو بتاع فلسطين، كنت نازل 10 معلومات عن فلسطين، فدخل واحد كاتب لي كلام غريب كده، ففي التيك توك في ترانسليت في الاب نفسه، ده عبري ده ولا ايه؟ حسيت كده، ما اعرف، قلت روسي عبري، فالترانسليشن بتاعته، انا التيك توك انجلش، فالترانسليشن هير نيم از اسرائيل اند ووز كونكرد باي ذا عربس، اسمها اسرائيل وكانت محتله من العرب. انا ما بردش على التعليقات السلبيه، بس ده ما قدرتش بصراحه، قمت عامل له علامه النازيه بتاعت هتلر، مسح الكومنت. وانت ما عملتلوش بلوك بعد كده؟ لا يعني خليه قاعد. طيب في دقيقه واحده يا دكتور، عايزين نعرف راي حضرتك في مساوئ التواصل الاجتماعي، يعني مساوئ المساوئ بتاعتها ازاي نعالجها، نعالج الظاهره ازاي؟ تمام كده. هي مساوئ اي حاجه في الدنيا غالبا بتيجي من الجاهلين بيه، لان هي ظاهره جديده، فاي ظاهره جديده في الدنيا كلها لا مساوئ، مع التكرار والتجربه، وان احنا زي ما عبد الله قال نشوف ما نهربش، نقول يا جماعه ده غلط مش هنعمله تاني، لكن لازم نبقى عارفين ان طبيعي اي تجربه في الدنيا في بدايتها لابد ان يكون فيها اخطاء، فالاخطاء وضع طبيعي، ولكن المشكله كلها الاصرار على الخطا. ولكن اذا احنا تصدينا ومن خلال تجارب بقى نسوق تجارب الناس اللي مشوا في السكه الخطا وصلوا لفين، والناس اللي مشوا في السكه الصح، ولكن الخطا موجود شيء ام ابين، طالما انها تجربه جديده، مع التكرار زي ما قلت لك، ومع التوجيه، مش التكرار بس، التكرار والتوجيه والتجارب اللي حصلت. التجارب اكتر حاجه في الدنيا بتخلي الناس تغير مسارها، ان انا اقول الناس اللي مشت في السكه الصح هي، واللي مشت في السكه الخطا واحنا نختار، عشان نوصل للرقابه الذاتيه بعد كده. الرقابه الذاتيه ديت دي اسمى مرحله بقى، اسمى مرحله توصل لها، ان انت ما وصلت لمرحله ان مش محتاج حد يقول لي بالظبط، ودين قايم على الرقابه، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. بالظبط. شكرا يا دكتور جزيل. هنختم بقى مع صالح بانشوده كده تانية تختارها مني. كده كل القلوب الى الحبيب تميل، كل القلوب الى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع، تسيلوا
بشكركم ضيوف الاعزاء، نورتوني النهارده، نورتيني يا نورا يا رنا النهارده، ما شاء الله. انا اتبسطت جدا والله اني كنت معاكي النهارده. شكرا جزيلا. وانا سعيد والله بالفكر الجميل بتاع عبد الله وبتاع صالح وما شاء الله عليهم، يعني بيقدموا محتوى هادف ما شاء الله. دايما يا رب دايما موضوعاتكم كده تبقى موضوعات دايما ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مشاهدينا لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله.